بقاء لله وفاة حليمه كبير مشجعي الأهلي. توفى صباح اليوم الأربعاء الحاج حليمه كبير مشجعي النادي الأهلي، والذي وفاته ألمانية بعد صراع مع المرض استمر قرابة شهرين، حيث كان يعاني من أزمة قلبية تم حجزه على إثرها في إحدى المستشفيات حتى توفى في صباح اليوم. وشيعت الجنازة عقب صلاة الظهر اليوم من أحد المساجد بمنطقة مساكن شيراتون في مصر الجديدة. اشتهر الحاج حليمه بعشقه الشديد للفانلة الحمراء، حيث كان دائم الحضور في المدرجات خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات وحتى سنوات قليلة ماضية. نتابع آخر تصريحات الراحل حليمه كبير مشجعي النادي الأهلي. أهلا وسهلا، نرحب فيك. أهلا بالحبايب، اهلا يا حبيب الكل. ازيك يا حاج حليم؟ ربنا يديك الصحة. ازيك يا بيبو؟ ازيك يا حبيبي؟ والله وحشني يا بيبو. والله وانت كمان. ربنا يكرمك. واشكر ربنا ربنا ان انا بتكلم معاك النهارده يا بيبو. ربنا يديك الصحة يا حبيبي. ربنا كريم. يخليك يا بيبو. والله عملوا لنا مفاجأة كويسة ان انت النهارده معانا. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا حبيبي. ده انا سعيد جدا. كنت متابع لمباريات بيبو كلها؟ كلها. ولما اعتزل انا اعتزلت. شتن في تواصل بينك وبين عم حليم؟ كنت عنده قريب، انا كنت شفته من حوالي كام شهر كده، رحت له وفاجئني بحاجه. ايوه فاجئني ان هو وانا ماشي راح مديني تمثال، هو عامل لي تمثال. اوكي. قاعد جنبه في البيت فاداني التمثال بقى. حاج حليم، واسمح لي بس ان انا اقول الكلام ده، يعني بتحديث سنه 73 كان راجل بسيط جدا زينا كلنا، يعني كان راجل يعني بسيط قوي، يعني بسيط في اجتماع يعني ماليا يعني. وكلمني مره قال لي بعديها بعد ما تعرفنا على بعض ان احنا برضه كنا وقفنا صورنا سوا وكده، وبعدين بعديها بسنتين كلمني ان انا اتغدى عنده في البيت. وده اللي انا عايز اقوله للناس يعني. فرحت وكان استقبلني تحت العماره، كان عماره في حدائق القبه كده، استقبلني تحت العماره وطلعنا مع بعض الشقة. فتح باب الشقة وسابني على الباب أول ما سام ودخل، فتح الباب ودخل هو. لقيت كنبة كبيرة، كنبة زي بتاعتنا بتاع زمان دي بتاعت الفلاحين بتاعتنا يعني، واحدة ست كبيرة قاعدة على الكنبة دي. حاج حليم سابني بره، أنا شايفه طبعا، وجري قاعد على ركبه وباس إيدين الست، إيديها ورجليها. طبعا عرفت إن هي أمه الله يرحمها. من ساعتها وانا قلت الراجل ده ربنا حبيب.